السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس بالمغرب، طقس مفاجئ سيؤدي إلى أمطار الخير وتلوج كثيفة إلى المملكة قادمة بقوة إن شاء الله. فبغيت ربي يساركم الإخوان، ما تنسوا تدعمونا بلايك وتشتركوا القناة وتفعلوا زر الجرس بس يوصلكم جديد الفيديوهات والنشرات المقبلة بحول الله الخاصة بحالة الطقس بالمغرب يوميا إن شاء الله. وإن شاء الله سوف نقدم لكم الآن التفاصيل. ويتوقع ابتداء من يوم غدا إن شاء الله أن تكون الأجواء نسبيا غائمة مع احتمال بعض التساقطات المطرية على الواجهة المتوسطية والمدن المعنية بهذه التساقطات المطرية، فهي بركان ووجدة وكذلك الناظور، إسهاق، شفشاون، لالا ميمونة، سيدي علال، تازي، قرية أبو محمد، وتازة، وتهلا، والرباط. سوف تعرف كذلك بعض التساقطات المطرية الضعيفة محليا بحول الله. يوم الأحد استمرار بعض التساقطات المطرية على وجدة والناظور وكذلك بركان والحسيم بحول الله، أمطار واضطرابات معتبرة على الجهة الشرقية وتازة بإذن الله، وكذلك أجواء غائمة على شمال المملكة مع احتمال عودة أمطار الخير كذلك والثلوج الكثيفة خلال الأيام القادمة. يوم الأحد استمرار التساقطات المطرية على تازة ببرد وتطوان والعرائش والرباط سيدي سليمان وكذلك الحسيمة وطات الحاج بحول الله. ويحتمل بإذن الله كذلك خلال يوم الاثنين يتوقع بحول الله كذلك أن تكون الأجواء مستقرة إلى قلة سحب، وخلال كذلك يوم الثلاثاء في احتمال دخول بعض التساقطات المطرية وكذلك على الواجهة المتوسطية بإذن الله. خلال كذلك يوم الأربعاء المقبل إن شاء الله يتوقع استمرار بعض التساقطات المطرية والثلج على مرتفعات الأطلس بإذن الله على أوكيمدين وتليوين وورزازات. أما بالنسبة ليوم الخميس بإذن الله فيحتمل كذلك أن تكون الأجواء غير مستقرة ودخول أمطار واضطرابات على سطات جديدة الدار البيضاء والرباط سيدي سليمان وكذلك تازة، فاس، توريت، والناظور، الحسيمة، وأتروش كثيفة فوق المرتفعات سبحان الله وبعرفه.